لسه هتبدا ورش العمل، المقترحات لسه هيتم مناقشتها في ورش العمل، ما فيش حاجه لسه الا اللي تناقش يعني. لا احنا ما عندناش استهداف لنسبه معينه، احنا نازلين على 66% من المقاعد اجمالا يعني القوائم والمقاعد الفرديه. النسبه اللي هيديها لنا الشعب المصري احنا هنحترمها ونحاول نكون عند حسن الظن الناخبين اللي هيدونا ثقتهم. لا اطلاقا ما فيش، احنا رتبنا امورنا في على القوائم خاصه بحزب النور والمقاعد الفرديه بمرشحين. احنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل على شريحه المجتمع المصري، مش مركزين على يعني فصيل او تيار معين.